الحواس، بس أي سؤال باجي أسأله بقول هل تستطيع الشرح؟ لما أسأل سؤال لازم عشان أقدر أشرح أكون عارفة ثلاث حاجات، قول إيه هما؟ يا مروة قولي. أتساءل ها؟ وأتعلم وأشاهد. السؤال الأول بتاع تساءل، يا ترى هو إيه السؤال اللي هتسألهن؟ السؤال بيقول كيف تستجيب ها؟ تستجيب الحيوانات للمثيرات الموجودة في البيئة؟ عايزين نعرف الأول يعني إيه مثيرات؟ يعني إيه مثيرات؟ كلمة مثير يعني أي حاجة بتجذب الحيوان، بيشوفها بعينه أو بيسمعها بإيه؟ تمام؟ يبقى المثيرات هي الحاجات اللي بتجذب انتباه الحيوان، سواء بيشوفها بعينه أو بيسمعها بإيه؟ وإذنه. وإزاي بيستجيب لها؟ هنشوف كيف تستجيب الحيوانات للمثيرات. احنا لما خدنا درس الذكيه عرفنا ان ربنا مدي لكل كائن حي تركيب، سواء كان وظيفي او سلوكي، بيخليه يقدر يعيش مع البيئه. يعني مثلا الدولفين او قصدي الخفاش ما كانش عنده مش بيشوف، وما كان عنده حس مين؟ سمع. حاسه السمع كانت ايه؟ قوية، لأنه مش بيشوف. يبقى ربنا مدي لكل كائن حي حواس عشان يقدر يتعامل مع البيئة اللي فيها. يبقى احنا هنا لما نيجي نتعلم في مرحلة التعلم أهو، هنعرف إن الحيوانات تستجيب للمثيرات عن طريق مين؟ الحواس الخمس. عن طريق مين؟ الحواس الخمس. تاني بتستجيب عن طريق ايه؟ الحواس الخمسة. ايه هي الحواس الخمسة؟ ها؟ ها؟ من يرفع ايد من عالك؟ يلا يا مصطفى بصوت عالي. السمع، البصر، اللمس، الشم، والتذوق. برافو يا مصطفى، سقفول. السمع، وده بنسمعه من اللي بيسمع؟ الأذن. من اللي بيسمع؟ الأذن. رقم اتنين البصر، ومن اللي بيشوف بالبصر؟ العين. من اللي بيستقبل البصر؟ العين. رقم ثلاثة الشم، وبنشم عن طريق ايه؟ الأنف. رقم أربعة اللمس، اللمس بنحس باللمس عن طريق ايه؟ رقم خمسة التذوق، واحنا بنتذوق عن طريق ايه؟ الفم اللي موجود فيه اللسان. الفم اللي موجود فيه اللسان. يبقى الحيوانات بتتعامل مع المثيرات ازاي؟ عن طريق الحواس الخمس، يا اما تشوف بعينيها، يا اما تسمع بالايه؟ بالاذن بتاعتها، يا اما تشوف بالعين، يا اما تسمع بالاذن ايه؟ احنا خدنا الحواس الخمسة، هل كل الحيوانات بتستجيب بالحواس الخمسة كلها؟ قال لي لا، في حيوانات مش كل الحواس بتكون شغالة، فبتكون عندها حواس أقوى من حواس. لو هناخد مثلا النشاط التاني بيقول ايه؟ الحواس الفائقة للدولفين. بيقول ايه؟ ها؟ الحواس الفائقة للدولفين. تفتكروا كده ايه الحواس الفارقة للدولفين؟ الدولفين بيعيش
الطريق خاصية صدر صوت بيعمل ايه دول تاني؟ صوت تاني نسمع رأي تاني محدش قال ها؟ قول يا محمد يا احمد كده علي صوتك عن طريق صدر صوت يبقى حاسة السمع لو احنا عندنا الدولفين اهو الدولفين اهو مثلا كده بيعمل ايه بقى؟ الدولفين ده بيرسل موجات اهي اهي الموجات شوف قبل مثلا هنا السمكة الصغنونة كده ماشي السمكة هنا اهي فرسل الموجات طول ما هو ماشي ماشي كده 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 الموجات اهي أول ما يصطدم بصوت يرد له تاني يعني أول ما اصطدم السمكة دي الموجة ردت تاني ردت تاني ردت تاني فيبدأ يعرف الدولفين إن في هنا إيه؟ سريسة يبقى تفتكروا هو بيستخدم الموجات الصوتية دي ليه؟ عشان هتتاني يا إما يبحث عن الغذاء يا إما يتخفى في الظلام يبقى الدولفين ركزوا معايا الدولفين بيستخدم حاسة السمع ليه؟ عشان حاجتين يبحث عن الطعام أو التخفي من الإيه؟ ثاني يا إما يبحث عن الطعام أو التخفي الأعداء يبقى مين الحاسة القوية اللي عند الدولفين؟ صوت عالي من السمع حاسة ليه؟ السمع يعتمد على تحديد فرصة عن طريق الصدر صوت عن طريق صدر الصوت ناخد ثالث حواس ونقول استخدام الحواس الخمسة يا ترى أنا هستخدم الحواس الخمسة إزاي؟ وهنعمل ده تجربة كل واحد هيطلع ورقة ويكتب لي هو استخدم النهاردة الحواس الخمسة بتوعه في ايه؟ ها؟ طلع ورقة يلا واكتب ورقة في كراسة العلوم في كراسة العلوم طلع ورقة وقول لي انا استخدمت حاسة البصر شفت ايه؟ حاسة السمع سمعت ايه؟ حاسة اللمس لمست ايه؟ ورقة ماشية يلا يلا كل واحد يستخدم كده يكتب انا عملت حاسة السمع في ايه؟ حاسة البصر في ايه؟ الحواس الخمسة ونسمع آراء ناس كده احمد تاني الموبايل ده؟ لا خلصت؟ طب قولي يا جدانة كده بصوت عالي كتبت ايه؟ رأيت البصر رأيت مع العين تمام سمعت الشعر تمام لمست لمست القلم برافو تذوقت الطعام ها الشمس الشمس شميت الزيت برافو عليك مساء الفل نسمع رأي تاني يلا يا استخدمت حاسة السمع في سماع الشعر برافو استخدمت حاسة اللمس الكتاب استخدمت حاسة التذوق في تناول الطعام استخدمت حاسة البصر في رؤية الكتاب استخدمت حاسة الشم في شم الظهور برافو كده يا مصطفى ثواني يلا استخدمت التذوق لأعرف الأكل استخدمت السمع استخدمت البصر لأقرأ كتاب تمام حد تاني صوت عالي ماشي هناخد نشاط
سمعت ايه التذوق فين، وكل واحد يكتب لنا حاسه استخدام الحواس بعد ما روح في الايه في البيت. برافو عليك. انا انتوا بقى دلوقتي ايه اللي تعرفوا عن عمل الحواس؟ يعني يا ترى انت تعرف ايه عن عمل الحواس؟ يبقى احنا دلوقتي في مرحله ايه؟ تساؤل. مرحله تساؤل. نتعلم دلوقتي ونعرف ما الذي تعرفه عن كيفيه عمل الحواس اللي هو الوجب الثالث. بيقول ايه؟ ما الذي تعرفه عن كيفيه عمل الحواس؟ يعني يا ترى الحواس هتعمل ازاي، وخاصة ان احنا بندرس الحيوان، يا ترى الحيوانات هتستخدم الحواس ازاي؟ قال لي والله في حيوانات بتعتمد على حاسة اللمس. زي مين؟ زي العناكب. لو انا مسكت العنكبوت اعرف فريسة حياته، هلاقيه عشان يقدر يحصل على الفريسة بتاعته بيحصل عليها عن طريق ايه؟ عن طريق اللمس. عشان يقدر يحصل عليها بيحصل عليها عن طريق اللمس. يبقى العنكبوت بيحصل على فريسته عن طريق ايه؟ اللمس. طيب النحل بقى بيعتمد على ايه؟ الشمس. قال لي حاجتين. النحل، لو سمحت ادخل مكانك يا فندم. النحل بيعتمد على حاجتين، عن طريق حاسه الرؤيه بيشوف حاجات احنا ما بنشوفهاش، لانه بيشوف بالاشعه تحت فوق البنفسجيه. بيشوف الاشعه فوق البنفسجيه. كمان بيعتمد على حاسه التذوق، يعني النحل يقدر يميز بين الطعم الحلو والمر، بين الطعم الحامض والطعم الايه؟ والحامض اللي هو القلق. تمام؟ طب لو جينا على النسر بقى. النسر بقى بيكون على ارتفاع عالي ويقدر يشوف فارس بتاعه. تفتكروا ايه الحاسه اللي يقدر يستخدمها؟ ها قولي يا داش. ها حاسة البصر، عنده حاسة البصر قوية جدا بيقدر يستخدم. لا حاسة البصر هو اللي بيستخدمه في رؤية، أصله بيكون على ارتفاع عالي، فعنده حاسة البصر قوية جدا، على ارتفاع عالي ممكن يقدر يشوف إيه؟ فارسته. طيب الغزلان تقدروا تعرفوا هي بتحدد فارسته، أو قصدي إن هي بتحمي الشمس من العدو إزاي؟ الشمس بتشم ريحة العدو اللي جاية إيه؟ عليه. فحاسة الشم هنا كده بتقدمها لإيه؟ للخطر، وما بتقدرش بقى إيه؟ تقع فريسة لأعدائها، لأنها بتشم ريحة المفترس اللي جاية إيه؟ عليه. وكمان باستخدام الشم بتقدر تبحث عن إيه؟ عن طعام. تمام؟ كمان النمل. النمل بيعتمد على حاسة ايه؟ من الشطر اللي يعرف كده يكون قرأ معلومة قبل كده. الشم. ها؟ صوت. الشم. نسمع رأي تاني. الشم بيعمل ايه؟ بيفرز رائحة ويترك أثر مكانه علشان مجموعة النمل الأخرى تعرف، عشان مجموعة النمل الأخرى تعرف ايه؟ تعرف إن في مكان هيمشي وراه، فيفرز رائحة يعرفوا إن مكان الرائحة ده هما رايحين إيه؟ فين؟ يبقى كده عرفنا إن يلا أنا هبدأ أسأل بقى، أشوف مين اللي مركز ومين اللي مش مركز. مين الشطر اللي يقول لي العناكب كانت بتحدد فارستها عن طريق؟ اللمس. اللمس. ماشي اللمس. ناخد حد تاني. النحل كان بيحدد عن طريق حاستين. ها؟ قولي يا نبيل، قولي حاسة. الرؤية. الرؤية وين؟ بالظبط. والتذوق. برافو يا مصطفى. طب ناخد تاني النسر. النسر من البنات بقى. قولي يا جدان. لوشي. لوشي. برافو عليك. عن طريق النظر اللي هي البصر. ماشي. طب مين الشطر اللي هيقول لنا بقى من الولاد؟ نركز على الولاد. ها الغزلان بتعرف عن طريق ايه؟ الشم. قولي يا عم. الشم. الشم. لو سمحت يا حسن ما تتكلمش من غير كده. طب والنمل بقى، ناخد من البنات النمل. ها النمل بيعرف عن طريق ممتازة، يفرز رائحة يحدد بقى ايه مكان حركة. الخفاش بقى الشطر اللي يقول لي كان بيستخدم حاسة ايه؟ قول يا عمر. السمع بيحدد بيها الفريسة عن طريق صدى الصوت. برافو عليك بالفضل الجميل وممتاز.
الفائقة؟ يعني ايه الأعضاء الحسية الفائقة؟ التكيف نوع من أنواع استخدام الحواس، يعني لما استخدم حاسة السمع في الدولفين فده تكيف، أما استخدم حاسة السمع في الخفاش فده تكيف. قال الأعضاء الحسية الفائقة في حيوانات أصلا اسمها حيوانات إيه؟ ليلية، اسمها حيوانات إيه؟ ليلية. فكروا فيها كده، يعني إيه حيوانات ليلية؟ يعني بتنام الصبح وتصحى بالليل. قولي عم. يعني بتنام الصبح وتصحى بالليل عشان تصحى. هي الحيوانات التي تنشط ليلا، يعني بتنام بالنهار وتنشط بالإيه؟ بالليل. تمام. مين يقول لنا أمثلة؟ ها؟ قولي يا جنى. الخفاش ومين كمان؟ الخفاش والثعابين والايه؟ والبومة. الخفاش والثعابين والبومة. دلوقتي دول بينشطوا حيوانات ليلية. الإنسان عارفين إن هو بيقضي معظم وقته بالنهار، فعنده حاسة البصر قوية وبينام بالليل، فمش محتاج ان هو اصلا يبحث بالليل. طب الحيوانات الليليه اللي بتنشط ليلا ومفيش دور، هتعتمد على حاسه ايه؟ السمع. السمع لازم يكون عندها حاسه السمع قويه. طب مثلا لو افترضنا ان التعابين حاسه السمع عندها مش قويه ولا البصر، تفتكروا كده حد يفكر ازاي هي تقدر تحدد الفريسه؟ Yeah.
والخفاش. في مثال تاني قال لي في البومة. البومة انتوا عارفين ان دماغ البومة شبه الوعاء، يعني شبه الطبق كده، وعندها ريش كتير قوي حوالين رقبتها. ها هناخد البومة. فين اللي كانت البومة؟ ها تعالي. البومة عندها ريش كتير قوي حوالين ايه؟ راسها. البومة كان عندها ريش كتير حوالين راسها. الريش ده بيعمل على توجيه الأصوات، بيكبر الايه؟ الصوت. كان عندها الأذن أعلى من الأذن الايه؟ الثانية. فالصوت يتكبر من هنا مرة، الصوت يتكبر من هنا ايه؟ مرة. تمام؟ تمام. طب دلوقتي الفريسة البومة ده قال لي تقدر تحدد مكان الفريسة على ارتفاع أكتر من 90 متر. حتى لو في فار أو حيوان بيتخبي تحت العشب أو تحت الجليد على مسافة كتيرة قوي ممكن تجيبه. ليه؟ قال لي عندها حاسة السمع قوية جدا، بيتم توجيه الصوت ليها فبتقدر تحدد الايه؟ الفريسة. كمان بتقدر تلف في كل الايه؟ بتلف راسها في كل الاتجاهات.